بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. الفيديو هذا تصحيح لفيديو قديم نزل كان به خطأ، فهسه راح نشوف الفيديو وياكم الصح حتى نشوف طريقة الفحص. هذا الماطور طبعا بالأصل هو محروق والعوازل مالته منتهية. إذا تجي تقيسه بالأومية هذا راح يقرأ الأومية صحيحة، لكنه هاي الأومية إذا قرأت صحيحة مو معناته هاي الملفات هي سالمة 100%. والدليل هسه راح أفحص لك بالميجر وبعدين أفحص لك بالأومية ونشوف النتائج. هسه نجي شغلنا الميجر ونخليه على قياس 50 فولت. دشوفه 50 فولت. هنا شو نسوي هسه؟ راح أشغل هنا يا شغلت أحمر وخليه ويا البدن. نلاحظ مكتوب OL، يعني شنو؟ ماكو أي توصيل، يعني توصيل ماكو بين الجسم وال ملفات. انا مخليه هنايا على احد الملفات، تشوفون هالقراصه، هاي القراصه احد الملفات والباقي على الجسم. زين، فحص ال 50 ما راح يعطيني نتائج، ازيده صار عندي 100، اسوي تيست ايضا الثاني ما لا نهايه، لازم شو اسوي بعد؟ انطيه بعد اكثر 250. لازم يقرا ما لا نهايه، صحيح. راح اعطي 500 وهذا هو الرينج اللي تقدر تقرا به فما فوق. لاحظ نزلت العازليه، لاحظ نزلت، واذا تعطيه الف ايضا بعد راح تنزل. طفيه زيد الف، لاحظ العازليه قلت بعد اكثر، يعني انهارت العازليه تقريبا. المفروض يقرا ما لا نهايه، يعني OL. راح اشيل ايدي، باوع شلت ايدي من المؤشر، هاي معناته هسه المفروض يقرا هالشكل عندي. من ارجع على هسه رجعت المؤشر باعه خفض، فاذا قراءه العازليه الصحيحه احد اطراف الطفي. طبعا هذا خطر اذا لزمت الكهرباء مالته، هذا يحقن فولتيه دي سي، فاخلي على طرف منه وطرف على بدن الماطور او بدن الكمبريسر. زين، عيني تشوف ايدي، هذا هي الطريقه الصحيحه. فالقياس لازم تقيسه 500 فما فوق، راح انزله هاي 500. المفروض لاحظ ايدي هسه رافعها، قرش قد ما لا نهايه، يعني ماكو اي توصيل بين الملفات وبدن الجسم. راح اجي ارجعها هنا، لاحظ نزلت العازليه. اذا هذا الماطور به مشكله من ناحيه العزل، فالماطور منهار. راح اجي نفس الماطور هذا اقيسه بالاوم حتى اتاكد من عده هذا قياس صحيح لو خطأ. لاحظ هسه احنا مو اكتشفنا به مشكلة، راح اجي ارجع على الأوم واشيك بالأوم اكو مشكلة ولا لا. نجي على فحص الأوم هسه ونشوفه، 1.2 بالعشرة. نجي هنايا 1.2 بالعشرة، نجي هنا 1.3 بالعشرة، أم أيضا قرأ 1.2 بالعشرة. فإذا كل الأقطاب تقرأ 1.2 بالعشرة، وهذا ما يعتمد عليه بالقياس أبدا، لازم يصير الفحص بالميجر. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.